سلبية الدعوة لحضور الحفل الذي يخلد لهذه الذكرى. إن مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني بمدينة بن حمد تحرص كل حرص على التدبير الجيد لقضايا الأمن وسط المجتمع وفق مقاربة تضمن حماية الحقوق والحريات، كما أنها تعمل ليلا ونهار من أجل المحافظة على الأمن وحماية ممتلكات الساكنة المحلية، وتجعل في مقدمة أولوياتها مبدأ الانفتاح على المجتمع المدني وترسيخ ثقافة شرطة القرب. وإذ نستحضر دلالات هذه الذكرى، فإننا نجدد عزمنا على مواصلة الجهود من أجل جعل مدينتنا في مصاف المدن التي تنعم بالسكينة والطمأنينة، حتى نكون في مستوى طموحات وتطلعات رعايا صاحب الجلالة نصره الله. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشيد بالتنسيق والدعم القائم بين مصالحنا ومصالح السلطة القضائية والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة في إطار أداء الواجب وخدمة المصلحة العليا للوطن. وأخيرا أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن وفاء وإخلاص أسرة الأمن الوطني بمدينة بن حمد للسدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته بما حفظ به الذكر الحكيم، ويقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، ويحفظ كافة أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جباه تحية العلم أرسلوا Thank you.